إيمان صبحي من الجزائر. أنا ضد التطرف، لأن التطرف يعني أن تفرض رأيك علي وكأنه الحقيقة المطلقة وتهمش رأيي. أن نعيش في عالم أصم وأعمى فلا مجال فيه للتواصل، أن يغيب العقل عن قراراتنا فلا مجال لمناقشتها وتحليلها، يعني أن نبتعد عن الوسطية السمحة، ويعني أننا لن نتغير إلى الأفضل ما دام التغيير جريمة. ولمواجهة التطرف يجب أن نخلق تيارا وسطيا يقوده المثقفون، وأن نستمر في إيصال ثقافة الحوار إلى النشء القادم. ألا نستسلم أمام ضغوطات المجتمع والرأي العام، وإلا تكون ثورتنا مجرد هزة سرعان ما يختفي أثرها. فلننتفض بعقلانية ضد التطرف.